بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نشرح طريقة ضبط هاي الفقاسة تورنا، هاي إيرانية امتياز كوري، امتياز على الأركوم، نفس تصميم الأركوم. بالنسبة لضبط الحرارة والرطوبة، طبعا هاي الإعدادات مالتها، هذه يجي وياها، هذا طبعا بيفد فكرة حلوة ترتيب مالته. هاي الرفع حتى تدوس منها تدخل على الإعدادات مال الحرارة والرطوبة، ديوان الإعداد مال الحرارة، التغيير مالته ضغطة ثانية، هاي ضغطة راح يبدي عندنا هيك يتغير يرمش، نزيد نخلي الدرجة ايش قد نريد، خلينا 37.7 بالعشرة، نعطي اوكي. هسه خزن عندنا وخرج عندنا، هنا عندنا الحرارة وهنا عندنا الرطوبة. ندخل مرة ثانية، هذا ديوان الحرارة، دي 2 هو الرطوبة، ايضا ممكن نغيره بنفس الطريقة مع الحرارة. الاعداد الثالث اللي هو التقليب دي 3 اللي هو التقليب، هنا انا خالة على ساعة واحدة كنت افحص التقليب مالته، طبعا باختيارات، هو بثلاث اختيارات او اربع اختيارات، عندك 60 دقيقة و120، يعني يقلب كل 60 كل 120 دقيقة و180 دقيقة، وبي اوف التقليب اوف، هاي مثل توقف التقليب، احنا نخليه على 120 دقيقة ونطي اوكي. هسه ضبطنا الحرارة والرطوبة والتقليب. بالنسبة للدخول للإعدادات الداخلية، نضغط على هذا الزر وعلى هذا اثنينهن سويا. هاي طبعا همين إعدادات، هذا إيوان، طبعا هاي إعدادات المعايرة وبقية الإعدادات، وبعد بي اعدادات اي 2 و اي 3 و اي 4، بي هواي اعدادات، هذا معايرة مع الرطوبة اي 5. هاي الاعدادات الداخلية، هاي نوع الحساس، هواي بي اعدادات احنا اللي نحتاجها، بس الاعدادات الرئيسية بي هذا الزر اللي هنا، هذا ممكن يسوي لك التقليب. هذا هسه اذا ضغطنا عليه، خلينا نفتح الباب مالته، هذا التقليب الاجباري، صور الشاشة، هاي عند التقليب، هاي الحالة عند التقليب الاجباري، هاي طريقة التنظيم مال هذا الجهاز كاملة إن شاء الله كانت. شكرا جزيلا.